مين ابن الكلب اللي قال كده؟ طمنتني يا ريس. هم المفلسون يا ريس، اللي بيقول كده، اللي يقول ان بلدنا فيها مشكله هو اللي مفلس. الريس بصراحه قال لنا يعني ارقام خياليه، على خياليه يعني اي حد يقول عكس الكلام ده يبقى هو اللي مفلس. أكد البنك المركزي المصري على وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى الحد الأدنى والحرج. نحن في وضع حرج للغاية. نحن هنشوف أيام عجب. احتياط النقد في مستوى حرج، والرئيس مرسي يشيد بالنمو. الوضع الاقتصادي عندك لا شيء، أنت على الحديدة. لا ده أنت مش على الحديدة، أنت على الخشبة. البنك المركزي يقول هنخش في المرحلة الحرجة. الاحتياطي في وضع حرج. يعني الحديدة صعب، يعني الحديدة يمكن نبيع الحديدة شوية، بتاع الخشب انت تحت. البنك المركزي بعد الخطاب طلع قال مصر في أزمة. البنك المركزي هو اللي فلس؟ لا، ايه الكلام الفارغ ده؟ مفيش دول بتفلس. اي واحد فاهم اقتصاد يعرف ان ده كلام فارغ، مفيش دول بتفلس. الدول لا تفلس، اللي يفلس شركة او مصنع. الحمد لله شركات مصانع هي بس اللي بتفلس فعلا. مفيش دول بتفلس، المصانع بتقفل، الاستثمارات بتوقف، الناس ما بتلاقيش شغل، ما بتلاقيش اكل، البنوك بتقفل، العمله بتنهار. ده مش افلاس، ده خراب بيوت. بالنسبه للدول اللي ما فلستش، عندك مثلا اليونان لقت الاتحاد الاوروبي يديها 200 مليار يورو، واحنا بنهيص على 2 مليار وديعه من هنا و4 مليار كارد من هنا. او زي الارجنتين اللي حصل فيها انهيار العمله، قفل بنوك، ضاع مدخرات، بس الحمد لله الارجنتين دلوقتي كويسه وبتكسب كاس العالم، ورئيسها اياميها هرب بالطياره هليكوبتر. يلا عقبالنا، انا قصدي على كاس العالم.